هذا ونظمت الميليشيات الموالية لإيران تظاهرات لإحياء الذكرى الثانية لقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق. وانطلقت التظاهرات التي شارك فيها الآلاف من أنصار الميليشيات وبحضور قادة أيضا من الميليشيات من منطقة الجادرية وسط بغداد، فيما أغلقت القوات الأمنية عددا من الشوارع التي شهدت ازدحام خانقة.